قصه شاب مكافح برغم الحرب قرر يكسر القيود اللي محصره بفن وابداع. يفتح البزنس الخاص فيه ليفرح الناس برسمته وإبداعه وتكون مصدر رزق بسيط. ولعلمكم بلال من ذوي الاحتياجات الخاصة، لكن هالشغلة ولا عمرها كانت بالنسبة له إنه كمل في حلمه في شغفه. وحتى انه بيساعد الرسامين في نفس مجاله ليكملوا شغفهم في ظل الحرب المستمره. كنت محتاره في موهبتي، معيش ولا عرش ومازحه ووضع صعب، لقيت بلال كانه قارب نجائي. دعمني باللوحه، دعمني بالكلام، دعمني بالمسطره، قال لي كيفيه كيف سرعه الرسم. هذه احد رسماتي اللي من بعد ما بلال اعطاني الادوات وشجعني فرسمت هذه وهذه. بلال ما تعلم لغه الاشاره، لكن برسماته قدر يحكي لنا كل حاجه مش قادر يحكيها.